اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، واهم الارقام والاحصاءات عن الدوري العام المصري قبل توقفه، وايضا عن اهم الخسائر واهم الارقام ايضا في خسائر الرياضه في العالم من فيروس كورونا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. نبدا بالخسائر ولا نبدا بايه؟ نبدا بالكورونا حديث الساعه. نبدا بالكورونا طبعا. كلنا اهم الخسائر في كورونا بالارقام طبعا. طبعا ارقام طبعا فيروس كورونا، يعني ربنا ينجي مصر كده، وبصراحه الدوله واخده قرارات محترمه جدا في الفتره الاخيره. نتمنى الناس برضو ان هي تلتزم في البيوت الفتره ديت. اكيد ان انت يعني العزل اللي هي ان انت تعزل كده فتره اسبوعين دي حاجه مهمه جدا عشان تمنع الانتشار الفيروس، لان الفيروس يعني زي ما بنقول دايما هو خطورته ان هو سريع الانتشار. يمكن التقارير الصحفيه كابتن اسلام في العالم كله اكدت ان الخسائر في حاله الغاء الدوريات سواء في الدوري في الليجا في الدوري الاسباني مش هتقل عن لا تقل عن 750 مليون يورو، 750 مليون يورو سواء في الليجا او في البوندوز ليجا. اما انديه البريمير ليج في حاله الغاء الدوري الانجليزي 750 برضو مليون جنيه استرليني. فالخسائر كبيره وضخمه جدا. يمكن النهارده الاتحاد الدولي الفيفا النهارده كان يوم مليء بالاجتماعات لدراسه الموقف في الفيفا، كلها كان فيها اخبار جيده. يعني رئيس اللجنه الاولمبيه بيؤكد، او حتى هذه اللحظه بيؤكد على اقامه الاولمبياد في ميعادها في طوكيو في 2020. ايضا رئيس الاتحاد الايطالي بيقول ان من الممكن ان يعود الدوري مره اخرى يوم 3/5. اعتقد ان كلها اشياء ايجابيه. تاكيدا كمان لكلام حضرتك، يمكن رئيس الاتحاد الايطالي جابريل قال ان هو هم حاطين خطه ان الدوري ينتهي، يعني حتى الدوري الانجليزي كل الدوريات تنتهي في 30 يونيو، 30/6، وحاطين 15 يوم احتياطي لو الوضع يعني والامور اتحسنت والوضع اتحسن، 15 يوم احتياطي لغايه 15/7. وعشان كده لغوا اليورو، يعني اجلوا اليورو للسنه الجايه، اجلوها رحلوها سنه، وبالتالي بقى عندك فاضي ان هم لغايه 15/7 هم يعني معنى الكلام ان الدوريات ان شاء الله مش هتتلغي، الدوريات العالميه ان هم حاطين الخطه البدايه 30/6 وحاطين 15 يوم احتياطي لغايه 15/7. أيوة. يمكن النهارده قرارات الاتحاد الدولي اول قرار طلعوه قالوا ادراك المواعيد الجديده لبطولتين اليورو وبطوله كوبا امريكا. اليورو ترحل للسنه الجايه بقى من 11 من 11 يونيو ل 11 يوليو 2021. ده اول قرار. القرار الثاني ضمان ايجاد حلول للمسابقات على جميع المستويات فيما يتعلق باعاده جدوله المباريات. ده شيء جيد طبعا، ده اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو غالبا هتنتهي، يعني ان شاء الله لو الامور عدت بعد اسبوعين كده الدوريات تخلص على 1/7 وحاطين اسبوعين احتياطي لغايه 15/7. ايوه. القرار الثالث تقييم الحاجة إلى تعديلات أو استثناءات مؤقتة على لوائح الفيفا بشأن عملية انتقال اللاعبين اللي هي إيه؟ بدل شهر 6 يبقى شهر 7 يبقى شهر 8 بدل شهر 6 شهر 7. كذلك برضو هنا في أفريقيا أنت برضو لو مثلا لو بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي هو الثلاث ماتشات الباقيين لو تأجله هيبقى برضو هتدخل على الموسم الجديد، فهيبقى برضو الكاف هيعمل كده أن هو هيفتح لك فترة استثنائية عشان تأيد لاعبين يقدروا يلعبوا في دوري أبطال أفريقيا. نفس الكلام برضو الفيفا بيعمله. الحاجة الرابعة تقييم الأثر الاقتصادي الذي يؤثر على عناصر كرة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الخسارة المالية اللي قدرها ب 750 مليون يورو سواء في الليجا أو البوندوز ليجا أو 750 مليون استرليني في الدوري الإنجليزي. خامس حاجة وهي الجميلة جدا من الفيفا إن هم اتبرعوا ب 10 مليون دولار أمريكي لصندوق منظمة الصحة العالمية. ده طبعا حاجة كويسة جدا، أكيد عشان تواجه فيروس محتاج تحاليل، محتاج مصاريف جامدة جدا، فالتبرع ده بحاجة كويسة جدا. وشفنا برضو لعيبة كتير اتبرعت، فدي حاجة بصراحة تحسب للرياضة، وده دور الرياضة، دور الرياضة في العالم إن يعني إن أنت إزاي تسيطر على فيروس بالشكل ده، وده دورنا كلنا كرياضيين طبعا إن إزاي إن أنت تدي تعليمات وتوجيهات للناس عشان تقدر تسيطر على الفيروس. بالمناسبة الفيروس ده بينتقل حاجة علمية برضو عن طريق ثلاث حاجات. اكتر حاجه بتنتقل فيها عن طريق الرذاذ، يعني لو حد مثلا حد مصاب بالفيروس وانتقل عن طريق الرذاذ يعني كح في وشك مثلا، وبالتالي ده الرذاذ. الحاجه الثانيه الدايركت كونتاكت اللي هي ايه؟ اللي هي المباشر، الاتصال المباشر، يعني دلوقتي لو واحد عنده فيروس كورونا وجاء لمس مثلا الحته دي وانت جيت بعد كده لمست الحته ديت انت كده اصبت بالفيروس خلال كورونا أيام. في خلال 3 ايام. ده يعني دي وسائل اللي هي طرق العدوى، وفي برضه ابحاث اكدت ان هو بينتقل عن طريق الحيوانات، ولكن هي الطرق الاكثر والاكثر شيوعا هي الدايركت كونتاكت والرذاذ. فده برضو عشان الناس، عشان كده دايما بنستخدم ان احنا بنستخدم الجلوفز، مهم جدا مهم جدا ان احنا نستخدم الكحول. الكحول اللي هو مكتوب عليه من 70 ل 75%، الكحول ده للحاجات اللي هي الغير حيه. زي ايه؟ زي ان انت تغسل مثلا الارض عندك في البيت، تغسل الحاجات كلها، الاجهزه، الحاجات اللي عندك كلها دايما طبعا اللي هي الارض، كل الحاجات اللي انت الاسطح، كل الحاجات دي بالكلور.
لكن ايدك والحاجات دي طبعا مهم جدا، الغسيل بالصابون والحاجات دي مهمه جدا طبعا. والجلافز والماسك طبعا عشان طريقه العدوى بينتقل عن طريق الرذاذ طبعا. طيب اذا خسائر اقتصاديه قد تكون كبيره جدا، ولكن في المقابل حياه اي انسان اعتقد ان هي اغلى بكتير من كل هذه الخسائر. طبعا حياه احنا يعني الكوره كمان في العالم كله تاجلت وكل الحياه وقفت طبعا، عشان حياه اي انسان اهم جدا بكتير يعني من اي طبعا حاجه، حياه حتى لو يعني حياه شخص واحد اهم بالتاكيد من اي حاجه في الدنيا يعني. طيب احنا كاتبين لحضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تويتر كل مواقع التواصل الاجتماعي، من هو افضل لاعب في الدور الاول بالدوري المصري هذا الموسم؟ لو حضراتكم شايفين ان هو لاعب من النادي الاهلي اكتبوا برضو، وانا هقرا دلوقتي بعض اللي حضراتكم كاتبينه. لو حضراتكم شايفين ان هو لاعب من نادي اخر اي حاجه ما عندناش مشكله، يعني مش لازم ان هو يبقى لاعب من النادي الاهلي لو حضراتكم مش شايفين ان هو يبقى. يعني انا حد كاتب معلش هي راحت لانه الاعداد طبعا كبيره جدا، حد كان كاتب محمد شريف لاعب نادي ام بي، وعايز اقول برضو الاسم علشان لكن كان حد كاتب ان هو محمد شريف، هرجع مره اخرى اكيد هيوصل لي في التعليقات. دكتور احمد الدوري العام المصري برضو عايزين، هل حسبت الخسائر اللي ممكن تحصل في حاله الغاء الدوري العام المصري؟ اعتقد ان هي هتبقى خساره صعبه، اعتقد ان هتبقى صعبه جدا الغاء الدوري المصري. يعني احنا السنه اللي فاتت احنا اجلنا الدوري بعد كاس الامم، فاحنا بالنسبه لنا احنا متعودين اصلا يعني انا شايف ان احنا متعودين ده بالنسبه للدوري الانجليزي والايطالي والناس ماشي، لكن احنا متعودين اصلا، احنا عندنا ما فيش دوري بينتظم بشكل عادي. فبالنسبه لك حتى لو اجلت الدوري شهر شهرين، انت ممكن اصلا انت عندك بطوله كاس العالم للانديه هتتلعب في شهر كام؟ 12، فانت عندك فرصه ان انت لو اجلتها تاجلها حتى لو لعبت مثلا في شهر 7 او لعبت في شهر 8 مفيش مشكله خالص بالنسبه لنا، حتى لو اجلت يعني اسبوعين كمان مفيش مشكله يعني بالنسبه لنا. اعتقد ان شاء الله يعني الدوري يكمل باذن الله، ده اكيد الهدف الاساسي للاتحاد الكوره وللدوله اكيد ان الدوري يكمل، دي حاجه اساسيه يعني. اصل هو المشكله مش في الدوري، المشكله في الدوري الاول قسم الاول وقسم ثاني وقسم ثالث طبعا. كل ده هيكمل كل ده هيكمل بكل التاكيد، حتى لو اتاجلت شهر شهرين مفيش مشكله. احنا السنه اللي فاتت كان في شهرين كاس امم، ورجعنا كملنا بعد كاس الامم في شهر 7 ولعبنا ومفيش مشكله، وبدانا الموسم الجديد. وللاسف دايما يعني المواسم الاستثنائيه كثيره جدا، لكن ده موسم استثنائي عالمي طبعا. يعني مش مصري بس احنا عندنا تطعيم منه، عندنا تطعيم عندنا الحاجه احنا واخدين التطعيم. طيب خلينا نبدا بقى بالارقام المهمه اللي عندنا في الدوري العام المصري. قبل بس ما ابدا معاك عايز اقول لكم جلاشه انا بتقول علي معلول والشناوي واليو ديانج ويا كابتن مفيش حد ينسى السولية والجونيور أجاي. طب حضرتك كتبتي كل حاجة أهلاوي أو حضرتك وأفتخر. أنا العدلي بيقول مساء الخير يا كابتن إسلام، أحسن لاعب في الدوري أهو محمد شريف وأتمنى أنه يرجع الأهلي تاني. مريم ماريوكا مستنياك يا دكتور أحمد. حد بيقول أحمد مرشدي بيقول الإعلام له الذي له اليد العليا في شحن التعصب كما حصل حديثا وقوع سان داونز مع الأهلي وكان مفترض أن لا يظهر. ما فيش مشكلة، حاضر هنقول لحضرتك. ام جي بيقول علي معلول ما شاء الله عليه بس ديانج عامل مستوى عالي. أحمد بيقول مساء الخير عليك يا كابتن إسلام، أحسن لاعب في وجهة نظري هو أليو ديانج. جو حسن بيقول أليو ديانج وليه تأثير كبير طبعا. علي معلول والسوليه وانت يا كابتن اسلام اشكرك جدا على كلامك يا مصطفى جمال. يا كابتن ما تجيب ناصر ماهر في اللقاء مع حضرتك، يشرفني طبعا ان يكون معايا ناصر ماهر. ساره سيد بتقول علي معلول افضل لاعب. عمرو السوليه بصراحه دي بروين الغلابه. عمر عزت وليه غلابه ده دي بروين العالم. جو حسان بيقول طبعا الشناوي يا كابتن ما شاء الله عليه. السوليه بلا منازع اداء ثابت وتطور في المستوى، الاهلي ده حياتنا ده محمد احمد. صلاح عزيز بيقول علي معلول ومحمد الشناوي. مدحت رجب ابو قرشين بيقول انا اهلاوي بس بقول مصطفى محمد نجم بجد من المفروض يحترف بره مصر ويا ريت يلعب في ريال مدريد. تمام. حسام الكاز اليو ديانج وعمرو السوليه الاثنين من النادي الاهلي. صانع الالعاب عبد الله السعيد هداف الدوري. احمد سيد زيزو من الزمالك. احمد رفعت من الاتحاد السكندري واثنين مهاجمين، سيف الدين الجزيري من المقاولين العرب ومحمد شريف من انبي. دكه البدلاء برضو عامر من الانتاج الحربي، رامي ربيعه من النادي الاهلي، احمد شديد اناوي من الانتاج الحربي، عبد الرحمن عامر من انبي، محمد مجدي قفشه من النادي الاهلي،
محمد سالم من المقاولين العرب، وليد سليمان من النادي الاهلي، مفتاح طقطق من النادي المصري، كريم طارق من طلائع الجيش، حسام حسن مهاجم نادي سموحه. يمكن دي التشكيله. هنفسر بقى ليه كل واحد موجود في التشكيله دي. اول حاجه محمد الشناوي ليه هو افضل حارس في الدوري المصري. محمد الشناوي هو اكتر حارس حافظ على نظافه شباكه في الدوري، 12 كلين شيت من 16 مباراه، مفيش حارس وصل للرقم ده. محمد الشناوي بيقدم واحد من افضل المستويات، كمان اقل حارس استقبل اهداف في الحراس اللي عدت 15 مباراه، استقبل 4 اهداف فقط. شوف حضرتك الصده دي، يعني محمد الشناوي بالتاكيد افضل حارس في الدوري بالارقام. انت بتتكلم ان هو 12 كلين شيت، مفيش حارس اصلا عدى ال 10، وبالتالي محمد الشناوي فارق عن اي حارس في مصر في الدوري في الدور الاول تحديدا. شوف حضرتك الانقاذات دي ودور الليبرو ودور مدرب الحراس معاه في اللي احنا كنا بنتكلم عليه على طول اثناء الدور الاول، الليبرو وسرعه رد الفعل. بص الانقاذ ده، الانقاذ ده من احسن الانقاذات برضه، كان من احسن سرعه رد الفعل بالايد العكسيه قدام نادي الاسماعيلي، والانقاذ اللي قبل كده كان قدام الانتاج الحربي. فبصراحه محمد الشناوي لا كان بيقدم دور اول ممتاز ممتاز ممتاز، وهو افضل حارس في الدور الاول بكل التاكيد، وافضل حارس في مصر يعني. تمام. كمان لو شفنا الارقام بقى اللي بتقول محمد الشناوي ليه افضل حارس، هنستعرض ارقام الشناوي. الشناوي لعب 16 مشاركه، حافظ على نظافه شباكه كام؟ 12 من 16. استقبلت شباكه اهداف 4 بس، عنده كام انقاذ؟ 26 انقاذ في الدوري. خروج صحيح من المرمى 28 مره، خروج خاطئ من المرمى لابعاد هجمه 4، ما خرجش ولا مره على كره عرضيه بشكل خاطئ، خروج صحيح على العرضيات 36 عرضيه. طب الرقم الاعلى في تاريخ محمد الشناوي في الكلين شيت كان كام؟ كان 14 مباراه، كان مع النادي الاهلي موسم 2017-2018 ومع بتروجيت 2015-2016. يعني محمد الشناوي لسه له 3 مباريات كلين شيت ويكسر ارقامه القياسيه في المواسم اللي قبل كده كلها. ايوه، وبالتالي هو يستحق ان يكون الافضل في حراسه المرمى طبعا في مصر خلال الدور الاول، الدور الاول في الدوري العام المصري يعني. طبعا محمد الشناوي بالارقام هو بالأرقام. افضل حارس. طيب نيجي خلينا بقى نروح لثلاثي العمق زي ما حضرتك عاملهم، محمود علاء لاعب نادي الزمالك، وعلي معلول ومحمد سمير. علي معلول ومحمد سمير. اول حاجه محمد سمير، ليه محمد سمير محطوط؟ هو محمد سمير لاعب نادي المقاولين العرب، هو اكتر مدافع اولا لعب بشكل اساسي، لعب 18 مشاركه بشكل اساسي، ما غابش ولا مباراه. تاني حاجه هو اكتر مدافع سجل اهداف في الدوري، سجل 5 اهداف في الدوري. تالت حاجه هو من ال 18 مشاركه دي عنده 8 كلين شيت، ليه دور كبير جدا في القوه الدفاعيه اللي ضايفها في المقاولين العرب، وفي نفس الوقت بيسجل اهداف، وبالتالي يستحق، بيقدم دور اول مميز جدا، مخلي المقاولين في المركز الثاني، وبالتالي يستحق يتواجد في التشكيله المثاليه، محمد سمير مدافع المقاولين العرب. الثاني محمود علاء. محمود علاء بصراحة اتطور بشكل ملحوظ كبير جدا مع نادي الزمالك، مسجل 4 أهداف. محمود علاء كان في السنوات اللي فاتت تحس ان هو بيسجل أهداف بس، كان مثلا عنده بعض الدفوهات في القدرات الدفاعية في التمركز، لا اتطور بشكل ملحوظ بصراحة الموسم ده في التغطية، في عملية البلوكات، عنده روح، عنده شخصية. كمان كارتيرون لما جه نادي الزمالك بقى بيلعب على التمرير الطولي، فبقى محمود علاء بيبني الهجمة من ورا بشكل كويس جدا. محمود علاء مسجل 4 أهداف وعنده 8 كلين شيت في 13 مشاركة، وبالتالي محمود علاء برضو يستحق أنه يكون واحد من أفضل المدافعين في الدور الأول. الثالث علي معلول. علي معلول كل موسم تحطه وانت مغمض يعني. علي معلول أكتر باك شمال أصلا مساهم في أهداف، صنع 6 أهداف، عنده 6 أسيست، وحصل على ركلتين جزاء. يعني الناس اللي بتحسب ركلات الجزاء من ضمن الأسيست ممكن توصله ل8 أسيست، ولكن هو 6 أسيست وحصل على ركلتين جزاء واحرز 3 اهداف. دي على فكره مباراه المقصه كان صاحب الهدف الاول للنادي الاهلي فيها في الدقيقه 75 او 76، ده غير الاهداف الافريقيه طبعا. طبعا احنا بنتكلم على الدوري بس، على الدور الاول يعني. فبالتالي معلول مساهم في 9 اهداف، في 9 اهداف وركلتين جزاء، يعني 11 هدف. باك لوحده مساهم في 11 هدف، ده كفيله ان انت تحطه في التشكيله المثاليه. كفيله ان انت تحطه في التشكيله المثاليه. دول الثلاثه اللي ورا. الاثنين الارتكاز، الاثنين الارتكاز هما افضل اثنين ارتكاز في الدوري بالارقام يعني. اليو ديانج وعمرو السوليه. نبدا الاول ليه مش طارق حامد و هقول لحضرتك اليو ديانج. اليو ديانج طبعا بصراحه هو اصلا قطعه اوروبيه موجوده في الدوري المصري بكل التاكيد، معدل استخلاصه للكوره في الدوري 16.1، اليو ديانج 16.1. ليه مش طارق حامد؟ طارق حامد 14.9 معدل استخلاصه للكوره، يعني ديانج في استخلاص الكرات اعلى من طارق حامد. معدل المحاولات ديانج بيعدي الواحده في الماتش الواحد، طارق حامد 9.9، يعني على المستوى الهجومي كمان
ديانج اعلى من طارق حامد، كذلك معدل ارتكاب الاخطاء، طارق حامد بيرتكب اخطاء كتير جدا، ديانج اقل في ارتكاب الاخطاء، ورغم كده ديانج 22 سنه بس، ديانج اصغر في السن، هيتطور كمان بشكل اكبر. ديانج هو يعتبر بصراحه اليو ديانج ما ينفعش ما يبقاش موجود في التشكيله المثاليه لاي حد. اليو ديانج هو قطعه اوروبيه موجوده في الدوري المصري. زي ما قلنا قبل كده تسلم العين اللي جابته النادي الاهلي، واحد وكمان هداف، ده يعني جايب هدف وصنع 2 اسيست في الدور الاول. نيجي بقى للناحيه الثانيه، الناس اللي كانت بتقول في الرسائل ان عمرو السوليه مظلوم اعلاميا. عمرو السوليه احنا دايما كنا بنختاره من رجل المباراه. عمرو السوليه بيقدم افضل مواسمه مع النادي الاهلي بالارقام منذ انضمامه، على فكره ده افضل هدف من وجهه نظري في ان الدور الاول، يعني لعمرو السوليه في شباك ثلاث نقاط كمان، في شباك طلع الجيش كمان من المسافه، لما رقص ودخل وحط وش رجله في المقص من بعيد قوي. فالاهداف اللي هي بتبقى من مسافات ديت بتبقى حاجه عمله نادره في الكوره بصراحه. طبعا عمرو السوليه بقى بالارقام يا كابتن اسلام بيقدم افضل مواسمه مع النادي الاهلي. احنا عاملين مقارنه في جدول فيها ارقام عمرو السوليه منذ اول مجيئه للنادي الاهلي لغايه الموسم ده، هنلاقي ان هو في الموسم ده مساهم في 7 اهداف، احرز 3 وصنع 4. ايوه. طب تعالى نحسب بقى المواسم اللي فاتت كان عامل ايه مع النادي الاهلي، وكمان في 15 مشاركه بس، ده لسه الموسم ما خلصش. الموسم اللي فات في 27 مشاركه احرز 2 وصنع 4، يعني مساهم في 6 اهداف الموسم اللي فات كله. الموسم ده وصل ل 7 في 15 مشاركه بس. الموسم اللي قبله اللي هو 2017 2018 30 مشاركه مساهم في 4 اهداف. الموسم اللي قبله اللي هو 2016 2017 ما جابش غير جون واحد. موسم 2015 2016 اول موسم للنادي الاهلي عمرو السوليه ما جابش جون وما صنعش حاجه. وبالتالي عمرو السوليه بيحقق افضل ارقامه مع النادي الاهلي في الدوري في الدور الاول، مساهم في 7 اهداف حتى الان، احرز 3 وصنع 4. وبالتالي عمرو السوليه يستحق يتواجد في التشكيله اكتر، يعني هو اكتر لعيب ارتكاز في الدوري مساهم في اهداف، 7 اهداف احرز 3 وصنع 4. عشان كده ليه مش فرجاني ساسي، عمرو السوليه مساهم في 7 اهداف في الدوري. وبالتالي عمرو السوليه وديانج ارقامهم رهيبه، ارقامهم عاليه، يستحقوا ان هم يتواجدوا في التشكيله المثاليه. احنا قلنا مثلا في الزمالك اخترنا محمود علاء كان محطوط في افضل في التشكيله المثاليه، وبرده مختارين احمد سيد زيزو من نادي الزمالك، يعني فكله محسوب بالارقام. نيجي برده للثلاثه الاجنحه او الثلاثه اللي تحت رؤوس الحربه. احنا لسه بنقول احمد سيد زيزو من نادي الزمالك مختارينه في التشكيله المثاليه. احمد سيد زيزو هو اكتر لاعب مساهم في اهداف لنادي الزمالك، بس هنا مش محطوط في التشكيله باك رايت برده احمد سيد زيزو، لا يعني مش محطوط في التشكيله. ما هو انا في الاربعه مفيش باك رايت بصراحه عدى الاثنين اسيست او الثلاثه اسيست، قعدنا ندور مفيش باك رايت معدي الاثنين او ثلاثه اسيست في الدوري المصري. محمد هاني 2 اسيست، احمد فتحي ما عملش غير واحد، رجب بكار واحد، باهر المحمدي جاب جون وصنع 2 اسيست. يمكن انا حتى عملت مقارنه كده للباكات اليمين كلها، مفيش باك يمين معدي الاثنين اسيست في الدوري. يعني احنا الناحيه عندك مثلا معلول عامل 6 اسيست، احمد شديد يناوي 5 اسيست، عبد الرحمن عامر في انبي 4 اسيست، فمفيش باك يمين في الدوري معدي الاثنين او الثلاثه اسيست كأرقام، حتى مش مسجل أهداف برضو كتير. وبالتالي حضرتك لو حابب تختار باك يمين أعتقد أنه ممكن يكون باهر المحمدي هو اللي يعتبر، وكمان بيلعب مساك ما بيلعبش باك يمين، هو اللي مساهم في أهداف أكتر، صنع هدفين وأحرز هدف. لا خلينا نتكلم بالأرقام. بالأرقام لا زيزو بالأرقام يعني طبعا أحمد سيد زيزو كجناح يمين أحرز 5 أهداف وصنع 3، مساهم في 8 أهداف، أكتر لاعب مساهم في أهداف لنادي الزمالك أحمد سيد زيزو. قدامنا الأرقام على الشاشة هي الثلاثة اللي تحت رأس الحربة، هو مساهم لغايه لما نيجي بقى في الثلاثه الرؤوس الحربه. ده اللي تحت راس الحربه. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد طبعا هو هداف الدوري، 13 هدف عنده 4 اسيست، مساهم في 17 هدف في 16 ماتش مع نادي بيراميدز. احمد رفعت مع الاتحاد السكندري 14 مشاركه بيقدم موسم كويس جدا، لعب 14 مباراه عنده 5 اسيست واحرز 4 اهداف، يعني مساهم في 9 اهداف. دول اكتر 3 لعيبه تحت راس الحربه عاملين اكتر من 8 اسيست فيما فوق، ومعاهم بالمناسبه محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه عنده احرز 4 اهداف و4 اسيست، يعني برده مساهم في 8 اهداف. وبالتالي دول يعتبروا افضل 4 في الدوري تحت راس الحربه. أيوه. معاهم كمان محمد سالم من المقاولين العرب زي ما قلنا احرز 5 وصنع 2 مساهم في 7. ليه احنا مش حاطين مثلا محمد سالم؟ لان محمد سالم مساهم في 7 اهداف فحاطينه في دكه الاحتياطي، لكن دول مساهمين في 8 و9 و17 هدف، اللي هو عبد الله السعيد واحمد رفعت واحمد سيد زيزو. كذلك مفتاح طقطق في النادي المصري مساهم في 7 اهداف احرز 2 وصنع 5. كذلك كريم طارق لاعب نادي الجيش احرز هدفين وصنع 4. تمام. نيجي بقى لرؤوس الحربه، افضل 2 راسين حربه في الدور الاول في الدوري
سي محمد شريف الاول في نادي انبي زي ما كانت الرسائل بتيجي لحضرتك. محمد شريف احرز 9 اهداف وصنع هدفين في 17 مشاركه مع نادي انبي، هو بالمناسبه بيلعب مهاجم وهمي مع كابتن حلمي طولان. يعني مساهم في 11 هدف، رقم كبير جدا، 11 هدف احرز 9 وصنع هدفين وفي 17 مشاركه. الناحيه الثانيه سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولين العرب مع كابتن عماد النحاس احرز 7 اهداف وصنع 3 مساهم في 10، فدول اكتر 2 مهاجمين في الدوري مساهمين في اهداف، محمد شريف 11 هدف، سيف الدين الجزيري 10 اهداف، طب مين البديل؟ البديل بتاعهم حسام حسن مهاجم سموحه مسجل 6 اهداف وصنع اسيست، وساعه ما قلنا برده قبل كده الست اهداف فيهم تنوع، 3 بالقدم اليسرى و2 بالقدم اليمنى و1 بالراس، برده كوكتيل كده من حسام حسن، وبالتالي احسن 3 في الدور الاول مهاجمين محمد شريف من انبي، سيف الدين الجزيري من المقاولين العرب، حسام حسن من سموحه. طيب اذا دي التشكيله الرئيسيه او يعني اللي احنا بنختارها بالارقام، من هو الافضل او افضل 11 لاعب في الدوري العام المصري في الدور الاول. خلينا بقى قبل ما نصل الى انت قلت البدلاء، البدلاء البدلاء عامر ليه عامر عامر برضو مش ابو جبل؟ ممكن الناس تقول لك ليه ما اخترتش ابو جبل؟ ابو جبل ما لعبش كتير، عامر عامر عشان هو تاني اكتر حارس عنده كلين شيت، 9 كلين شيت بعد محمد الشناوي، فعشان كده اخترناه. ليه رامي ربيعه محطوط؟ عشان عنده 11 كلين شيت في 13 مشاركه. في برضه محمود رزق مدافع الاتحاد مسجل 4 اهداف وعامل موسم كويس. بديل علي معلول احمد شديد قناوي، ليه؟ عشان احمد شديد قناوي عامل 5 اسيست، وفي نفس الوقت عبد الرحمن عامر برضه في انبي عامل 4 اسيست، دول باكات شمال كويسه جدا بيعملوا اسيستات كتير. محمد مجدي قفشه احرز 4 وصنع 4 مساهم في 8 اهداف، وبالتالي برضه يستحق ان هو يكون متواجد. من هو افضل بديل في الدوري العام المصري؟ وليد سليمان طبعا. وليد سليمان افضل بديل في الدوري، يمكن برضه هو معانا ارقامه، يعني لو استعرضنا ارقامه هو لعب كبديل 12 مباراه لعب كاساسي 3 مباريات، احرز 6 اهداف وعمل 25 محاوله على المرمى، منهم 11 محاوله صحيحه ودقه المحاولات 44%. طبعا وليد سليمان لعيب خبره كبير جدا، وريني فايلر كمان بيستخدمه كورقه رابحه في الشوط الثاني دايما. كان قدامنا هي الارقام زي اللي حضرتك تفضلت وقلتها، 12 لعب 12 مره كبديل، 12 مره كبديل مسجل 6 اهداف و25 محاوله منهم 11 صح ودقه محاولاته 44%. وبالتالي وليد سليمان افضل بديل في الدوري بالاهداف وبالمحاولات، بينزل بيبقى مؤثر فعال على المرمى، لعيب خبره بينزل بيلعب، ممكن تلعبه جناح ممكن تلعبه صانع العاب، ونوعيته مختلف عن محمد مجدي قفشه. ومحمد مجدي قفشه لعيب بيديك الاستحواذ يديك التمرير، عكس وليد سليمان بيجي من تحت المهاجم دايما وبيخش وبيقطع للعمق وبيسجل اهداف كتير، مسجل في افريقيا ومسجل في الدوري. طيب من هو افضل مدير فني؟ ريني فايلر بالتاكيد، ريني فايلر ده افضل صفقه للنادي الاهلي في الصيف ده، ريني فايلر افضل صفقه النادي الاهلي جابها هو فايلر المدير الفني بالتاكيد. صفقه في الجون يعني بصراحه، كمان شخصيته كذا حاجه بتعجبني في فايلر، اولا شخصيته مناسبه للنادي الاهلي، شخصيته قويه، تحس ان اللعيبه كمان بتخاف منه، دي يعني في حته كده من مانويل جوزيه ان هو شخصيه قويه قوي، هيبه عنده هيبه، شخصيته قويه جدا، دي حاجه مناسبه للنادي الاهلي، دي رقم واحد كشخصيه. رقم اتنين كتكتيك، اسلوب لعبه هجومي، هو بيعشق الكره الهجوميه، تبديلاته كلها هجوميه، كمان بيعشق اسلوب الاستحواذ، بيعشق التمرير القصير، احنا في كل ماتش بنعدي 400 و500 تمريره، حتى في افريقيا احنا اكتر فريق عامل تمريرات، اكتر فريق عامل استحواذ، اكتر فريق عامل محاولات، وبالتالي هو مخليك وعنده اسلوب وستايل مخليك هو لايق على النادي الاهلي، يعني في كتير قوي من مانويل جوزيه كشخصيه كاسلوب لعب ككره هجوميه كنتائج، ان شاء الله كمان كبطولات باذن الله، يعني لما نرجع باذن الله هيبقى كبطولات. حتى لو استعرضنا ارقامه، الارقام مش بتكذب، ارقام ريني فايلر مع الاهلي في جميع البطولات سواء بقى دوري سواء افريقيا سواء كاس سواء اي حاجه، هو لعب من ساعه لما جه النادي الاهلي 30 ماتش تمام، كسب كام؟ كسب 24 مباراه من ال 30 مباراه، اتعادل في 5 وخسر ماتش واحد بس ريني فايلر من ال 30 كان قدام النجم الساحلي 1-0. مسجل كام جون؟ انت لما تيجي تعمل كشف حساب لمدرب مثلا، لما تيجي تقيم فايلر قيمه بالارقام، هو الراجل ما خسرش غير ماتش واحد، مسجل كام هدف؟ 68 هدف في 30 ماتش، يعني اكتر من هدفين في الماتش الواحد. دخلت شباكه اهداف 12 هدف، يعني رقم قليل، 12 هدف في 30 مباراه. طب الشباك النظيفه قد ايه؟ تخيل ان احنا لعبنا مع فايلر 30 مباراه، 30 مباراه، ال 30 مباراه منهم 19
مباراه كلين شباك نظيفه، يعني ده مش مدرب هجومي بس، ده كمان بيجيد عن بيعرف يدافع، بدليل ان احنا ما دخلش فينا اهداف غير في 11 ماتش من ال 30 او سوري 19 11 ماتش. عدد اللاعبين المسجلين للاهداف 15 هدف، 15 لاعب من في 30 مباراه، اذا في تنوع، عندك لعيبه كتير بتسجل اهداف. طيب عدد المباريات التي قام لاعبو الاهلي بالتسجيل بها 28 مباراه من 30، يعني احنا ما سجلناش في ماتشين بس من ال 30. النجم الساحلي، النجم الساحلي والزمالك في السوبر، الزمالك في السوبر دول الماتشين اللي ما سجلناش فيهم. هداف الفريق مع فايلر من النادي الاهلي وليد سليمان وجونيور اجايل الاثنين مسجلين 9 اهداف، دي يمكن ارقام. طيب ريني فايلر، قبل برضو ما نصل الى من هو افضل لاعب في او قبل توقف الدوري العام المصري، خلينا ناخد برضو بعض الرسائل اللي حضراتكم بعتنها لنا. علي معلول يا كابتن احسن لاعب في مصر، ده علي عامر. احمد اللي بيقول علي معلول والشناوي. حسن محمد بيقول احسن لاعب في مصر محمد الشناوي، وانت احسن برنامج اشكرك. لا دولار بيقول احسن لاعب علي معلول ورمضان. كنوز محمد شريف وديانج والشناوي، افضل بديل وليد سليمان وبادجي. افضل لاعب الموسم ده محمد الشناوي مستوى ثابت. والسولية افضل لاعب وسط عماد سامي، تحياتي اشكرك. علي معلول والشناوي واليو ديانج، ده من عثمان. علي معلول ويا محمد شريف وعمرو السولية، محمد عمار، ديانج والسولية وقفشه والشناوي. طب كاتبين اسم كتير قوي، محمد هشام. نور مجدي بيقول السولية وديانج ومعلول. بلال طه بيقول افضل لاعب اليو ديانج وعلي معلول والشناوي واليو ديانج، عمرو السولية والشناوي ومعلول، ده احمد حسان. اسماء كثيره جدا حضراتكم كاتبينها، ولكن في النهايه هي بتدور في فلك بعض اللاعبين. الشناوي والسولية ممتاز جدا، ده احمد رضا. ديانج او معلول، ده عبد الرحمن. علي معلول الشناوي السولية واليو ديانج. هنكمل ولكن خلينا نطلع، هاخد برضو كل رسائل حضراتكم، وايضا هناخد بعد ما نطلع نشوف هذا التقرير عن الارقام تبرهن على قوه المارد الاحمر قبل التوقف، وبعد كده بعد هذا التقرير هرجع بقى اخد من وجهه نظر الارقام من هو افضل لاعب في الدوري العام المصري قبل توقفه بعد هذا التقرير.